موسى هيديا ومتابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم، وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد عليكم. كلتوا اللحمه والفته ولا لسه؟ كلتوا اللحمه والفته خلاص وذبحتوا وضحيتوا؟ يلا بينا بقى نخرج ونتفسح ونروح عند جراند كافيه. احنا موجودين النهارده عند جراند كافيه اللي موجود في ابو كبير طريق هوربير. يعني جراند كافيه مكان لطيف جدا 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 جدا، في مكان خاص للعائلات، مكان مكيف، مكان خاص للعائلات، يعني في سرية تامة وفي أمان تام، كان هتلاقوا فيه الراحة بتاعتكم. احنا بس مش عارفين نخش جوه علشان خاطر الشبكة جوه مش مظبوطة. خلونا نتكلم عن جراند كافيه. جراند كافيه موجود في أبو كبير على طريق غربيت، أو طريق غربيت يا جماعة، طريق الوزير علي مسلحي. موجود جراند كافيه، في زي ما انتم شايفين قاعدة بره اهي للشباب، ده الفل يعني الهوا، وكلنا بقى اليومين دول في الصيف والجو حر والكلام ده، فاحنا قاعدين بره في الهوا. خلينا معانا محمود ابو حسن صاحب الكافيه، خلينا نتكلم مع محمود النهارده. محمود يعني بنقول لك الف مبروك على الافتتاح، وبنبارك لك وسط ابو كبير ميديا كلها بتبارك لابني من ابنائها محمود حسن. محمود قول لي بقى انت النهارده عامل لنا ايه في الافتتاح ومجهز لنا ايه في الافتتاح النهارده؟ ايه بقى قول لي بقى، قول لي كلمني عن قسم العائلات، وقسم العائلات احنا ممكن نعمل فيه ايه؟ ممكن نتعمل فيه حاجات كتير يعني. قسم العائلات بيساع كم فرد؟ بنعمل فيه اعياد ميلاد، ايه تاني؟ 50 ل يعني من 50 ل 100، يعني المكان كامل بيشيل 300 فرد. يعني احنا لو عندنا شبكه او قرايه فاتحه تمام، احنا ممكن نعملها 50 فرد فوق في مكان العائلات. احنا هنتابعكم برضو يا جماعه، وهنحط لكم فيديوهات وهنحط لكم صور لمكان العائلات. مكان العائلات بقى كلمني عنه يا محمود، يعني كلمني عنه، يعني المكان العائلات منفصل ازاي في قلب الكافيه عن مكان الشباب؟ باب العائلات، ده باب خاص للعائلات، يعني زي ما انتم شايفين ده كده باب خاص للعائلات، يعني باب خاص للعائلات تخش منه وتطلع منه، باب خاص للعائلات في جراند كافيه. الدور الثاني طبعا موجود العائلات هنا فوق في الدور الثاني، طبعا المكان كله مكيف بالكامل، حتى لو فوق كمان مكيف، يعني كمان قسم تحت الشباب، يعني اهو خلينا نخش نشوف يعني في هنا الشباب، الشاشه كمان شغاله، في مكان بلاي ستيشن، كمان تقدروا تتابعوا ماتشات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا موجودين هنا. خلونا بقى نتكلم مع يعني ايه مع احد الناس موجودين في جراند كافيه. قول لنا النهارده انت تقول ايه جراند كافيه؟ جراند كافيه يعني احنا موجودين عند جراند كافيه اللي هو موجود في طريق غربيت، موجود في ابو كبير في طريق غربيت، يعني على